السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، معكم السيد سي في فيديو جديد على قناتكم يا أصدقاء. في هذا الفيديو سوف نقوم ببدء السلسلة الخاصة بتطوير التشكيلة يا شباب، وسوف نبتدئ بأول مركز وهو المركز المطلوب كثيرا في القناة الخاصة بي وهو الخاص بحراسة المرمى، حيث أن جميع اللاعبين يعانون من هذا المركز، لذلك سوف أقوم بشراء أفضل حارس مرمى في الفيفا موبايل وأقوم بتطويره للليفل ماكس بحصولي على 30 رانك يا أصدقاء. لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم جديد هذه القناة، ولا تنسوا مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية، وهيا بنا من دون أن أطيل عليكم. كما يعلم جميع متابعين قناة السيد سيد يا شباب، فإن أفضل حارس بالنسبة لي وهو الحارس ميندي حارس تشيلسي كما تعلمون يا أصدقاء. فهذا الحارس جيد جدا في لعبة الفيفا موبايل. بسبب ماذا؟ بسبب طول القامة الخاصة به، فهو يعني حارس يتوفر على 1.97 متر، بالتالي فهو أفضل حارس مرمى في الفيفا موبايل. غير أنني قد تعبت من هذه النسخة وفضلت أن أغير الحارس المرمى، ثم توجهت للماركت مباشرة وقمت بشراء حارس كوبيل حارس دوري أبطال أوروبا، ثم بعد ذلك طورته لليفل ماكس بحصولي على 30 رانك. ثم بعد تجربته لمدة حوالي 8 مباريات تفاجأت بأنه أسوأ حارس في الفيفا موبايل، بالتالي توجهت مباشرة للماركت وقمت ببيعه مباشرة، يعني كنت قد اشتريته لا أتذكر إما ب 9 مليون أو 10 مليون. توجهت للمتجر مباشرة وقمت ببيعه، ثم بعد ذلك قمت بالبحث ووجدت لكم بطاقة نارية في مركز حراسة المرمى، وهي بطاقة دوناروما يا شباب. وكنصيحة مهمة، فإذا كنت تحتاج لحارس مرمى، أول شيء ينبغي لك تفقده في هذا الحارس وهو طول القامة الخاصة به، ينبغي أن يكون 1.96 متر فما أكثر. إن لم يكن بهذا المستوى فلا ينبغي عليك أن تقوم بشرائه. لذلك توجهت للماركت وقمت بشراء نسخة دوناروما يا أصدقاء، كلفتني حوالي 17 مليون يا أصدقاء. ثم سوف نقوم بتطويره كذلك للليفل ماكس ونقوم بنقل له 30 رانك لهذا الحارس الأسطوري، ثم سوف نتوجه مباشرة من أجل تجربته. هنا أنا أتحدث معكم بعد تجربته في مجموعة من المباريات، لكنه أعجبني في هذه المباراة بالذات التي سوف نقوم بلعبها، وسوف تندهشون من مستوى دوناروما، حارس مرمى رهيب 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 جدا يا أصدقاء. لذلك لا تنسوا دعمنا يا أصدقاء، وإن كنت يا صديقي ترغب في تجربة أي بطاقة في أحد المراكز ما عليك سوى كتابتها في التعليقات، وسوف أقوم بشراء هذه البطاقة وتطويرها ماكس ثم أقوم بتجربتها. أو إذا كنت تعرف يعني لاعب جيد في احد المراكز الخاصه بالفيفا موبايل ما عليك سوى ذكرها في التعليقات وسوف اقوم بتجربته، واذا اعجبني سوف اضعه في التشكيله الخاصه بي. فاول مركز اقوم بعملي الان وهو حراسه المرمى، ثم سوف انتقل لبناء التشكيله الخاصه بي من الدفاع الى خط الوسط والى الهجوم، وهيا بنا من دون ان اطيل عليكم. الان يا شباب نبدا المباراه. كما تلاحظون التشكيله الخاصه بالخصم باوفر 127 يمتلك تشكيله رهيبه جدا، وانا التشكيله الخاصه بي باوفر 126، يعني تقريبا متكافئين. اقوى سوف يكون في ارض الميدان يا شباب، كما تلاحظون يملك اوسيمان وقام بتطويره لاوفر 111، لذلك سوف نجرب هذا المهاجم ضدنا يا اصدقاء. الكره مع ستيرلينغ، كره مع ايدر ميليتاو، الكره مع هيرنانديز يمررها الى ماني. كما تلاحظون الخصم يلعب التمريرات القصيره، كما تلاحظون برغويز يقطع الكره، هي برغويز هي برغويز، تمريره طويله، فودين هرب، فودين هرب، تسديده وفودين، يا رب على فودين، فودين مش ممكن. كما تلاحظون هذه البطاقة سوف أعمل عليها ريفيو، فهو هذا اللاعب يتميز بشيء مهم سوف أتركه كسر في الفيديو القادم من أجل شرح هذه البطاقة. أول الأهداف يا شباب عن طريق الأسطورة فودين، الكرة مع الخصم، سوف نرى ما الذي سوف يفعله هذا الخصم في مواجهتي. الكرة مع حكيمي، حكيمي إلى ستيرلينغ، كما تلاحظون ديفيز أسطوري، بيرغويز يمرر، يمرر لعملاق الهجوم ولكن ضاعت الكرة. الكرة مع ماغنين، ماغنين يمررها إلى الدفاع، كما تلاحظون لحد الساعة لم أقم بأي اختبار في الحارس المرمى دوناروما، فدوناروما الآن مرتاح بقربي من المرمى. هي فودين الكرة، كرتك يا فودين، لا يا حكم، الخطأ خاص بي يا حكم، لا 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 والله مستحيل يا حكم. الكرة مع الخصم مجددا، هي يا خصم، هي يا خصم، أرغب في الضغط علي وأن تمارس علي الهجوم لكي أرى مستوى دوناروما. لا لا، أوسيمان مار، مار أوسيمان، دوناروما مستحيل يا دوناروما، كيف تسدد؟ لا يا رب على دوناروما، مش ممكن. كما تلاحظون يا أصدقاء والله تسديدتين
هذه 100% سوف تكون نقطة التحول في المباراة. كما تلاحظون الصد الذي قام به دوناروما، أول مرة أشاهد حارس مرمى يصد مثل هذه التصديات، يعني تمريرتين. كما لاحظتم المراوغة الخاصة بأوسيمان، راوغ المدافع وتوجه مباشرة للمرمى وسدد، ولكن دوناروما أول مرة كما قلت لكم أشاهد حارس مرمى يتدخل أو يتصدى الكرة بهذه الطريقة. الكرة مع فودين، فودين مع أوسيمان، أوسيمان ماذا تفعل؟ الكرة مع ديفيز، يعيدها للدفاع. كما قلت لكم يا أصدقاء، المراكز الموالية وهي المراكز الخاصة بالدفاع، إن كنت تعرف مدافع قوي ما عليك سوى كتابته في التعليقات، سوف أقوم بتطويره وتجربته في الفيديوهات القادمة يا صديقي. الكرة مع أوسيمان، لا لهد، أوسيمان خطير، أوسيمان خطير، أوسيمان خطير، يا رب على القوة البدنية، ولكن روديغار يعيدها. أوسيمان مرة أخرى، يا رب على أوسيمان. سوف أقوم بشراءة هذه البطاقة الخاصة بأوسيمان يا أصدقاء، يعني يظهر لي أنه رهيب. كما تلاحظون هذه البطاقة يملكها الخصم. الآن نهاية الصوت الأول، ولا صوت يعلو على دوناروما من خلال التصدي الأول والثاني على التوالي. يا رب على دوناروما. الكرة مجددا مع العملاق، يمررها لفودين، فودين ماذا تفعل يا فودين؟ كرة مع ماني، ماني ماني الى بيلينغهام، بيلينغهام الى حكيمي. هيا خصم نرغب بالضغط اكثر لمعرفة دوناروما. هيا خصم ماذا تفعل يا خصم؟ هيا ارتو ارتو، لماذا النت، لماذا النت، لماذا النت للان؟ يا رب سوف يسجل علي الهدف، مستحيل. اعتقد ان النت خص كذلك بالخصم، قد تدهور دوناروما. يا رب عملاق الدفاع، عملاق حراسة المرمى دوناروما. الكرة مع بيلي، بيلي بيلي، بمجرد ان اشتريت عملاق الرأسيات قمت بوضع بيلي كجناح ايمن كما تلاحظون، والعملاق وضعته في ذلك المكان، فهو افضل لاعب في الرأسيات. كنت قد عملت عليه ريفيو في احد الفيديوهات السابقة. اعتقد ان المباراة سوف تنتهي بانتصاري يا شباب. سوف نقوم باخراج العملاق وادخال هاري كين، ثم نقوم ببعض التغييرات في بعض المراكز. الكرة مع غوندوغان، غوندوغان الى بيرغويز، بيرغويز بيرغويز الى العملاق. نعم 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 نعم، لا تمر اي مباراة الا بتسجيل العملاق. 1.97 متر في هذا المهاجم يا رب. كما تلاحظون التصويب بدون توقيف للكرة، ما عليك سوى التمرير بسرعة والتسديد مباشرة والهدف الثاني يا رب. كما تلاحظون انتصرنا في هذه المباراة بفضل دوناروما الذي انقذنا، والذي عمل كلين شيت كذلك في هذه المباراة بتصديه الخرافي. لذلك أنصحكم بهذه البطاقة، إن كنت تملك الكوينز ما عليك سوى شراء هذه البطاقة، وسوف ترتاح في مركز حراسة المرمى يا أصدقاء. الكرة مع كيويل، كيويل ماذا تفعل يا كيويل؟ بيرغويز كما تلاحظون، فهذا الدفاع الذي أملكه حاليا وحده سوف أستطيع بحماية مرماي من دون تطويره يا شباب. فما عساي إذا قمت بشراء أفضل البطاقات في مركز الدفاع وقمت بتطويرها لرانك 30، فيا ربه كيف سوف يصبح الدفاع. الكرة مع بيرغويز ولكن ضاعت الكرة. أعتقد أنني انتصرت في هذه المقابلة يا شباب، وهذا كله بفضل حارس دوناروما. لذلك لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لو وصلكم جديد هذه القناة، وهيا بنا من أجل إنهاء هذه المباراة. آخر عرضية يا شباب، كما سوف تلاحظون ما الذي سوف يفعله هذا الخصم؟ هل سوف يقلص النتيجة في نهاية المباراة؟ ولكن 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 الدفاع يتدخل، الدفاع يعني أملك ذلك المدافع الأسطوري إلى جانب روديغر، فهم عملاقين الدفاع. الكرة مع الخصم، لا يا حكم، حكم ضربة خطأ، الكرة مرتدة، ولكن سوف يعلن الحكم عن نهاية. لا، كنت أمررها لفودين. ونهاية المقابلة يا شباب، لا تنسوا دعمكم يا شباب وتفاعلكم مع هذا الفيديو، لا تنسوا كذلك تعليق محفز وتعليق باللاعب الموالي الذي نترغب في أن أقوم بتجربته، وإلى اللقاء.